فلافيل المشهور وصل يا جمهور، اللايك السريع على الفيديو الفظيع. فيلم ذاتي مرحبا في قناتي، النهارده هنفتح كنز الكنوز اللي لقيته في قاع المحيط الغويط. كنز الكنوز. شيكو، ممكن تبطل تعيد وتزيد على اللي بقوله؟ لو جدع اقول دي فيل 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 فلافيلو فولي 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 بالفلح والململ. حلوه الفلح والململ. ويا ليتك قلتها صح. يا اخي كنت بقول ايه؟ ايوه بس يا سيدي، وانا قاعد على الكورنيش في الصحراء هجم عليا نون الشرير بيهوهو، بس على مين قاومته؟ بس هو يا لهوي على اللي حصل، يا لهوي مش هتصدق يا شيكو اللي حصل خالص. خير يا طير؟ وقعت في بحيرة النهر، بس لحسن حظي السعيد المسعود كنت لابس عدة طيران البحر ومغناطيسية، فقلت امشي رجليا شوية، هوب ايه؟ هوب اللالا، لقيت كنز كنوز متكنس جوه الفك المفترس بنفسه. كمل، انا مصدقك، كمل. يعني هكون جبت الكنز ده منين مثلا؟ اخيرا لقينا الفيل الطائر. لا ابدا، كان بس فيه يعني بقع على السقف. ها نضفتها وجيت. لا مش ممكن، مستحيل. اي دونت بليف ات، في قفل باربع ارقام. ايش المستحيل في كده؟ شايفه زي ما انك شايفه. شيكو، اول رقم يخطر على بالك؟ واحد. فكر بره الصندوق عشان نفتح الصندوق. 15 18 900 وملوخيه بالتقليه. 9 0 6. خلينا نجرب الكلام الفارغ ده. 2 9 0 6. مش ممكن، مستحيل. نمبو، خلاص تكفى، فهمنا. نسمع تحية كبيرة لكنز الكنوز. مين هيفتح صندوق الكنز؟ سيبهولي، كله يصحصح معايا. لمعت المجوهرات. ده طلع كشاف، يا سلام لو شوية خشاف. اوبا، ده طلع فيه كنوز تاني صغنن اهو. صندوق في الصندوق؟ لا، المسألة محتاجة خبراتي الكمبيوترية العبقرية بقى. هجمع عنترية وبيتقدم ويرقص وينفرد. تشكا 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 تشكا. شكل الصندوق مزنوق. أنا بس اللي أنكت في برنامج يا شيكو، مفهوم؟ دهب؟ مورجانيا أوت همبرجر ولا إيه؟ فلافيلو صاد أبو جلمبو وذنبه على جنبه. أوكي أصدقائي، كده ينتهي درس اليوم بعنوان ما تحشرش نفسك في كل حاجة تلاقيها، ولو لقيت صندوق سيبك منه أحسن لك. إلى اللقاء في دروس تانية.